الرجل الأرنب مع موز برج الحصان. هذه العلاقة صعبة متوترة، هذه العلاقة بها صعوبة بها توتر، والحقيقة يعني الإمرأة الحصان إمرأة أنانية، إمرأة الأرنب لا يشبع رغباتها. شخصية الأرنب أساسا، الإمرأة الحصانة لا ترغب إلى شخص الأرنب، تريد شخص قوي، تريد شخص جريء، شخص يقحم نفسه في التعقيدات، يقحم نفسه في الأمور، في أمور الحياة الصعبة. لا، ما راح تجد بشخصية الأرنب الشخصية اللي تريدها. من جانب آخر، الإمرأة الحصانة إمرأة أكثر جنسية، فالأرنب ما عنده يعني شخصية الأرنب في الفراش ما ممكن أن تلبي رغبات أو طاقة الإمرأة الحصانة، فهذه العلاقة بها نوع من التوترات.